بعد بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة يعني نقطة تبقى يعني مهمة خاصة ضمن الناحية المعنوية. ما يخفلكش اليوم مباراة كانت بين فريقين اللي مش متعودين يعني يكونوا يعني في هذه المرتبة بعد يعني الانطلاقة المتعطرة للفريقين سواء رائد قبة سواء فريق شباب تيموشان. الحمد لله يعني اللعبة مشكورين، داروا مباراة في القمة، مباراة رجولية، نظن كنا منظمين، كنا متفوقين يعني في النتيجة، ونظن كنا قادرين اليوم يعني نرجعوا بالنقاط ثلاث. للأسف نظن بلي اليوم لعبنا ضد فريق رائد القبة، لعبنا ضد جمهوره اللي من حقه أنه يساند الفريق تاعه، الله يعطيه الصحة سانده طيلة 97 دقيقة، ولكن أنك تلعب يعني ضد الحكم في مباراة يعني كما هذه وتشوف يعني قرارات يعني بالجملة كاع القرارات يعني كل قرارات يعني كانت ضد الفريق تاعنا، رغم هذا الشيء اللاعبين يعني داروا مباراة رجولية، قدرنا نرجعوا يعني بنقطة اللي كما قلت يعني من ناحية كمية ربما تبقى يعني غير كافية، ولكن من الناحية المعنوية نظن غادي تعطينا دافع إن شاء الله باش تكون يعني الانطلاقة الحقيقية للفريق إن شاء الله ابتداء من الجولة القادمة إن شاء الله. هدفكم هذا الموسم شيخ؟ والهدف تاع الفريق طبيعة الحال يخفلكش، فريق راه يتسير بلجنة يعني مسيرة، فريق يعني عرف تغييرات كبيرة، يبقى الهدف تاع الفريق يعني هو ضمان البقاء رغم يعني البداية كما قلت المتعطرة. يعني الحمد لله يعني عندنا ثقة في العمل تاعنا، عندنا ثقة في المجموعة اللي كوناها، نحتاجوا نوعا ما شوية وقت، نطلبوا يعني من الأنصار يعني والمحبين تاع الفريق يصبروا معنا إن شاء الله، وهذا الفريق إن شاء الله يدير يعني موسم محترم إن شاء الله ونضمنوا البقاء تاعنا إن شاء الله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.